شوفوا المعلم عمر كيف ناس الاكل. هذا المعلم ابراهيم كيف ناس الاكل. مين اشرب مين؟ ما حدا ولا حاجه. ما فيش ملح ولا نقطة ملح مان ولا نقطة ملح فيه ولا سكر. اشرب كده شوف. ما فيها شيء والله. ما فيها مزعونة. تعبيط. شاب. تفضل معلم. بس اطلع لك حاجات. عندي ديكشنري يا عبد الوسخه. ديكشنري جاهز يا معلم؟ ماشي يا حبيبي. انا عندي صمك. قول لي عايز تقول ايه؟ اديك تغرق. اديك ايه؟ تغرق في لبني. اديك تشرب وتقول لي هات سكر زياده. ولا بحب تاخد ملح؟ مملح ولا مسكر ولا ايه؟ اسال مامتك. اديك تراستر. اديك تراستر. اديك تهني جاله. اديك تنزل ويندوز فيستا. اديك ويندوز اكس بي بروفيشنال تقول لي لا انا عايز هوم اديشن. انا عندي بروفيشنال اديشن اديهولك. ايه رايك؟ اديك تتنطط احسن ولا اديك تنفض ولا اديك تقول ما خدتش؟ ايه النظام؟ تعال اقول لك النظام يا كمل. خلي السعر كمل. انا هديك في ودانك وتطلع من ودن تانية وتقعد تمسك فيه كده وتحاول تطلع فيه مش هتعرف عشان هو طويل. استنى الاول وضعك خلي اتفضل. انا ما اخلص. انت اتكلم. انت مش عارف تتكلم ولا ثبت خلاص؟ انت ثبت خلاص. ثبت المعلم. ثبت. اعمل له انترفيو هيك كده والله شو صعبون عليا. عايزك خلصت كلامك كده؟ خلصت كلامك كده؟ يا ابني الكلب خلصت كلامك؟ اتجننت يلا ولا ايه؟ يا عمك يلا. وانا ابوك يا ابن العبيط. ابويا ابويا مين يلا يا ابن انت؟ ها؟ تعالى برا. يلا يلا جاي معك. بدك تروح؟ اكيد بس هتروح فين؟ يلا اتفضل. ما خلص خلص عبيدي. لا انا عيالي وعن قصه الجمعه خلاص. ما انا هو لا انا تقدر دانيا عن قصه الجمعه.
ولا والله بص ندي له بقشيشه هو قال لي هيدخل الفصل عندي يوم الجمعه تمام بدي اقول للفصل ان انا بوي فريند تايب المستشفى بيموت انا قلت له هيدخل الفصل هيقول هيك هقول ياي يور ماي بوي فريند اند يور ذا وان هاز اتش اي في ايه رايك هطلعه جاي هطلعه جاي قدام العالم كله هطلعه جاي طب وانت قال انت عندك اتش اي في انا هقول له ما عندي هو اللي عنده هو البوي فريند تبعي صح هو هيك احد ومان يبقى هو جاي مان بكذب عليك على هيعملها فيك يوم الجمعه انا اي نو انا 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 بقول ان هو تبعي مان وهو اللي عنده ايد تبعك ها اعمل في شغله ما هو يعملها فيك اعمل في ايه ما انا خلاص عملت فيه ما يعملها فيك هو هيدا هيدا تصل هو ما يخلص بس ولا ظبطها لا لا هو اللي عنده يعني كل دعايه الشغل لا هو اللي عنده هو واخد كل حبيبي كمل ان شاء الله كمل بس هو ما يعرفش الفصل بتاعي كمان بس ما يعرف الفصل بتاعي اديك بتقول تقولي حلولة يا ابني حلولة بايه انا ممكن اديك في دماغك دلوقتي اجيب لك ارتجاج معوي ايه يا عم الحاج احا ايه يا عم العيال دي اديله في الترتره يقول لي بلاش الترتره يا عم الترتره ايه انت عم الترتره ده كنا انت عندك خوم خرم يا ابني انا دمنا وفرقعت دمنا وفرقعت احا دمنا وفرقعت دمنا كان فيها ميه كمان ما كانش فيها حاجه كان فيها ميه ولما فرقعت الدكتور قال له عمرها ما هتطلع تاني يعني باص كده الواد باص باص يا باص الواد باص فرقعت دمنا من عندك اوفر هيتد اوفر هيتد بالفريكشن يعني يا ده اوفر هيتد من عند ما بس فريكشن وريزيستنس بوش الفورس اللي قبل روح اجيب كوبايه كوك عشان اروق دماغي واجي لك تاني اكيد ما فيها شيء نعود بعد الفاصل اكيد ما فيها شيء لا ما في نعود بعد لحظات الفاصل السلام عليكم طيب خليني شو الرد والله انت احترقت هلا خلاص هنقول ايه في الباك لوت هنشوف اللي هيحصل دلوقتي يا حسين حبيبي عشاء حبيبي انت حبيبي شو تخبر؟ طبعا ماشي الحال مثل ما سامع شو كان هلا؟ شو كنا؟ كنا سبع بنات سبع كانوا؟ أنا ما بطلت على فعلت هلا مثل ما شايفين شو اسمه هيدا اللي عم نمشي عليه؟ عايتواني 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 على الكاسة